أباطرة الشيعة يتساقطون الواحد تلو الآخر. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. هؤلاء من يلقبون نفسهم بالأباطرة بأقحاح المحاورين، أين أنتم اليوم أمام كتاب الله وقول الإمام زفر عن الشيعة؟ اذكر الصديق فخرا وابن عفان، ألب أرسلان والفاتيح عثمان. طلبات مشروعة وأسئلة مشروعة في إلزامات عجز عنها الشيعة، وما زال الشيعة عاجزون وسيعجزون، لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ تفضل معايا. معك علي من بغداد. شيع ولا سني يا علي؟ شيع شيع. سؤالك في الأصول يا علي. أنا ما عندي سؤال، بس عندي بس سمعت قبل ساعة أو ساعتين سؤالك لأحد الشيعة بخصوص البكاء على الحسين. أنا سألت في البكاء على الحسين؟ إيه. طب سمعني كده. سألت قلت له إذا كان الحسين كان فخرا للشيعة. أنا قلت كده، مقتل الحسين فخرا للشيعة والتشيع أم ذلا للشيعة والتشيع؟ ده كان سؤالي، اللي هو كان الفاصل، أنت بتتكلم عن الفاصل اللي أنا كنت منزله. أها أها. عندك إجابة عنه؟ طيب السؤال ده، هل مقتل الحسين فخرا للشيعة والتشيع أم ذلا للشيعة والتشيع؟ طبعا. تفضل جرد. بس أولا خليني أقول لك شغلة. قول. أنت سألتني عن المذهب الشيعي صح؟ وانا سألتك عن انت، شو قلت انك شيعي؟ تفضل. انت سألتني سؤال كشيعي صح؟ انت هندي مثلا وعامل نفسك شيعي ولا انت شيعي؟ اسمعني اسمعني اخي، انت سألتني سؤال شيعي، راح اجاوبك من الكتب الشيعية وانت ملزم ان تأخذ بها. ملزم؟ طيب حلوة ملزم دي. طبعا. طيب يلا، السؤال بيقول هل مقتل الحسين عندكم يا شيعة فخرا للشيعة والتشيع أم ذلا للشيعة والتشيع مقتل الحسين؟ تفضل. ما دام قلت عند الشيعة أجاوبك من الكتب الشيعة. جاوب يا عم، جاوب بي. جاوب من كتب الشيعة، تفضل جاوب. طيب نعم هو فخر لنا. ممتاز. مقتل الحسين فخرا للشيعة. طبعا. ممتاز، يعني أنت تفتخر بمقتل الحسين؟ أنا أفتخر إن الحسين ثبت الإسلام بمقتله. طب قول لي إزاي ثبته كده، الله يصلح حالك. نعم؟ يعني إيه ثبت الإسلام بمقتله؟ فهمني كده. بروايات اللي عندنا كشيعة. أنت دلوقتي بتقول لي الحسين ثبت الإسلام بمقتله. يعني إيه ثبت الإسلام بمقتله؟ الدين ثبت الدين الدين. يعني إيه ثبت الدين بمقتله؟ برضه عايز أفهم. يعني لو ما مقتول الإمام الحسين ظلت الخلافة وين؟ بيد معاوية وبيد يزيد، وين تنحدر الأمة؟ طب وهو بمقتل الحسين ما ظنتش الخلافة في إيد يزيد؟ لا. لقيت إيه؟ صارت عبرة، صارت عبرة، مقتل الحسين صار عبرة ووصل إلى كافة العالم. يا عم أنا بسألك سؤال، يعني أنت دلوقتي ركز، الله يصلح حال أبوك. أنت بتقول لولا مقتل الحسين كانت الخلافة ما زالت في يد معاوية ويزيد، هو في الحسين لما تقتل ما كانتش الخلافة في يد يزيد وراح علي بن الحسين بيع يزيد؟ نعم نعم نعم، لكن ظاهرية ظاهرية ظاهرية. نعم. والباطنية كانت مع مين؟ لا لا تقول لي باطنية، أنا أقصد ظاهرية. ظاهر ظاهرية هي خلافة، لكن الخلافة الإلهية كانت لمن؟ لمن؟ الحسين عليه السلام. والخلافة الإلهية لو الحسين حتى لم يقتل مش كانت تدوب في علي ابن الحسين المفروض برضو؟ إن هو مقتل. طب أنا عايز أسألك سؤال كده عشان محيرني، هل بمقتل الحسين أصبح لعلي ابن الحسين قيمة، ولا هو أصلا له قيمة حتى لو لم يقتل أبوه؟ حتى لو لم يقتل. يبقى إذن مقتل الحسين زي عدمه، لأن القيمة موجودة في الإمام الذي يليه، وكل الأئمة علمهم واحد وهم حفظة الدين حفظة الشرع. ليس يعني هل فضل يا أستاذ الله يصلح، هل فضل الحسين على دين العابدين
بانه قتل ولولا مقتله لما كان عارف زين العابدين الدين؟ لا لا ايه لا يوجد هكذا كلام، لا يوجد هكذا كلام. طب ما انا مش انت المفروض علم الحسين يا عم، ركز بس معايا. لا شرط ان لا شرط ان يقتل الحسين حتى يكون قيمه لزين العابدين. ومين الذي اراد ان يقتل اصلا؟ مش الحسين هو اراد ان يقتل؟ اي طبعا. ممتاز. طيب اذا هو اراد ان يقتل ليه بتلطمه وتنوحه عليه؟ ما بتعملوش فرح ليه؟ سؤالك حلو. ما انا عارف انه حلو بيلزق. والجواب ما تسهل جدا. احنا عندنا بالمعتقد الشيعي هاي من ضمن الشعائر اللي احنا ملتزمين بيها، تطبير، لطوم، بكاء، عزاء. وعندنا ايضا روايات، اسمعني عندنا روايات تقول كان الرسول، هاي طبعا انتم ما تعرفوها، عندنا روايات تقول كان الرسول قبل لين ولد ادم هو يسوي مأتم على الحسين. عندنا هاي بالمعتقد الشيعي. ما تديني كده معلش، هات الرسول كان هات الروايه ان الرسول كان يطبر دي ولا كان يلطم في على الحسين. هات. لا 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 لا، كان يقيم، كان يقيم مآتم على الحسين. ايوه هات لي هات لي هات لي هات لي هات لي بالمعتقد الشيعي. هتهالي هتهالي من معتقد الشيعي. وش يعني شنو هتهالي؟ يعني شنو؟ انا غير قارئها. يعني هتهالي يقول لك يا بالكتاب الفلاني والكتاب الفلاني. المفروض. ولا انت سمعتها الحسينيه؟ اي طيب المفروض. بس هاي انا بسالك سؤال، انت قريتها ولا سمعتها في الحسينيه الكلام ده؟ لا قريتها. هاتها في اي كتاب قريتها؟ بحار الانوار. طلع علي من بحار الانوار. طيب نطلع بحار الانوار، نكتب بس كلمه مأتم كده. طيب يا اخي انت الكتاب قدامك، كان الكتاب مو قدامي. انا عندي كتاب مأتم اهو. مأتم بحار الانوار الحسين، اهي ثلاث كلمات. هنبحث عنه، مأتم بحار الانوار الحسين. تمام. ثواني النبي كان بيقوم المآتم على الحسين قبل ما يخلق آدم. كان بيقيمها فين بس؟ عايز أعرف مين كان بيحضرها. تمام. هاي أمور غيبية، هاي أمور غيبية. ما عندكم هاي أمور غيبية، لأن النبي مالكم معصوم، إحنا معصوم. أنتوا نبيكم ما معصوم يا عم. سيب بس من الكلام ده، الله استحالك. بس طلع لي بس كده فين مأتم دي الحسين دي. ها خلينا بالمعتقد الشيء أحسن. يلا تفضل تفضل. يلا فين في بحار الأنوار؟ تفضل طلعها لي. خلينا بوحدة الموضوع. ثواني. يلا فين؟ ثواني. طيب لو سمحت. حاضر. في بحار الأنوار. الثواني خلصت. ثواني. يلا يا علي. النبي كان بيقيم مأتم قبل مولد نبي الله آدم على الحسين. يا أخي عقل يعني احنا عندنا حاجة اسمها العباسية في مصر. أنا كنت معتقد إن اللي جوه العباسية دول يعني عقلهم شوية. ده في برة كتير. يعني أنت مكذبني. ثواني. ده طلع في برة كتير. احنا عايزين دولة ليكم. طيب. مش مستشفى. فان مستعان. عندنا مصنف عايز من بحار الانوار. ارحمني. لا 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 مو بحار الانوار. بس انت قلت في بحار الانوار من شويه. يا اخي كتاب شيعي ثقه، يعني انت تشلبت ببحار الانوار. كتاب اسمه ايه؟ مصنف العلامه السيد محسن الامين العاملي. اسم الكتاب كده مصنف اقناع اللائم على إقامة المآتم. مصنف تحميل كتاب محسن الأميني، مصنف اقناع اللائم على إقامة المآتم. طيب نستنى بس نحمل الكتاب معاك. طيب يلا يا عم، يلا يا عم حمل يا عم. مصنف اقناع اللائم على إقامة المآت. صفحة كام بقى؟
طبعا. صفحة كام؟ عارف لو قلت لي كتاب غيره؟ يا شيخي الفاضل، ها صفحة كام؟ اسمح لي اسمح لي أنا ما اسمح لي سامعك. أتأكد بس من الهواية لا أنت وأرجع لك. آدي، لا لا ما تتأكدش، أنا فتحت الكتاب للناس على الشاشة أهو. مو إقناع لا لا، أنا اللائم على الرواية إقامة أعرفها بس ما محسن متأكد الأمين، منها أهو وين. أهو أهو، أنا نزلته على الشاشة أهو. لا لا اسمح لي لا اسمح مش اسمح هسمح لك، مش هسمح لك بعد كل ده أرجوك لا 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 اسمح لي، شنو شنو أهو. اسمح اسمح لي ازاي اسمح لي. ازاي ازاي اسيب الجمهور بتاعي يعني يتعلق كده وانزل الكتاب واكلف نفسي شويه لا ماكو انترنت مشكلة ماكو في مشكلة تحميل ماكو مشكلة، الكتاب انا يا رايح راجل؟ باخذ التظاهر وارجع لك، لا لا معايا باخذ معايا التظاهر وانت وارجع معايا لك. وانت امشي معايا، مش هسيبك. انتظرني انتظرني لا ما انا ما انت معايا اهو، مش هسيبك دلوقتي. انتظرني يا طلع اخي المصدر، انتظرني انتظرني وعدت كده انتظرني خدنا من بحار الانوار على محسن الامين، انت هياخدنا بعد انت شويه على الحوزه العلميه. انتظرني وارجع بعد لك كده يقول اللي لي بص من باقي الاخر، انا تمام. سمعت الراجل على المنبر، انا ما قريتش الكتاب ده اصلا، ده هو بيقول كده في العزاءات وانا لا 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 صدقته. لا 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 تؤول لا تؤول، قلت لك اعطيني وقتي وارجع لك وقت تمام. قد ايه؟ عايز وقت قد ايه؟ لا اعطيني وقتي اعطيني وقتي وارجع عايز لك وقت قد تمام ايه؟ معي. يا اخي اسمح لي ساعة نص ساعة ما اعرف. روح نام، روح نام يا حبيبي، روح نام، الله يصلح حال ابوك. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أشرف غريب، اتفضل من معايا. وياك أحمد من العراق، رجل شيعي على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أحمد، سؤالك في الأصول. عندي سؤال في إذا ما الأصول، صار زحمة، في الأصول. بس في الأصول في الأصول بس. إيه إن شاء الله أكيد، لأن إحنا على وعي أمير المؤمنين وبالأصول، أسئلتي كلها بالأصول. تفضل اسأل. أنتم في الوضوء كيف تتوضؤون إذا ما صار زحمة؟ ممكن ممكن شلون وضوء السنة؟ أي ممكن ممكن تقول لي؟ عندي حلقة اسمها أي مخالفة الشيعة لآية الوضوء، سمعت الحلقة دي قبل كده؟ بصراحة لا والله ما سمعنا. طب بسمعها هتلاقي الإجابة عليها. تمام. وكيف أن الأئمة كانت تغسل القدمين ولا تمسح، وجبت النصوص والروايات والأدلة بغسل القدمين عن أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه اوكي وسلم. ممتاز. سؤالي بقى يتوقف على حاجة ممتاز، مهمة جدا يا أستاذ أحمد، هو حضرتك عندك اسألني صفة، اسألني عندك انا صفة خادم. يا أستاذ اسمعني، عندك صفة لوضوء النبي في روايات الشيعة عشان تعرف كيفية نعم الوضوء؟ نعم اديني صفة بس وضوء النبي كده. عندي سؤال آخر يا لا عم. لا ما تجاوب التاني، ما انت دخلت في حوار كده. اديني صفة وضوء النبي عندك كده. أوكي، اتفضل، في أي كتاب صفة وضوء النبي؟ وضوء بس بالقرآن مكتوب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فين اوجهكم وامسحوا دي يا اخي؟ ما انت مش عارف تقرا الايه، رؤوسكم هتقرا التشميل وأرجلكم صح؟ إلى اسمع الكعبين. بس اسمع، انت مش عارف تقراها. أي نعم. الله يصلح حال ابوك، اسمع الحلقه لكن والان بس، اديني صفه وضوء النبي واترك القران. اتفضل. شنو صفة وضوء النبي؟ ماذا أفهم سؤالك؟ احاديث كيف كان يتوضا النبي، اديني حديث عندك كيف كان يتوضا النبي. أنا ما مطلع على الكتب ما هو حقهم انت عارف المشكله في ايه يا والصلاة استاذ والقرآن. احمد؟ نعم، المشكلة انك انت كشيعي جاي ما تسألني عن المشكلة؟ صفة وضوء النبي عن اهل السنة كيف يتوضؤون، نعم والشيعة لا تعرف كيف كان يتوضأ النبي. نعم يجي يسألني الشيعة في موضوع التكتف في الصلاة او اسبال اليدين وهو لا يعرف اصلا صفة لصلاة النبي، مش موجود عنده في الكتب. فالمشكلة انك كنتم بتسألوا في حاجة عاجزين انتم كشيعة عن اثباتها. يا حبيبي ذاكر وتعالى يا احمد واسمع الحلقة. انا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل معايا. السلام عليكم. تفضل شلونك؟ معايا. كرار من العراق. قرار كرار من العراق. قرار من العراق، شيعي ولا سني يا قرار؟ لا الألف الحمد لله وشكر شيء. أحلى حاجة إنكم كنتوا بتسمعوا بعض وبتحمدوا ربنا إنكم شيعة. حاجة والله غريبة والله. والله ما سامع والله، بس هاي يوم وياي على طول الحمد. الشيخ بدي استشيرك برواية. لا عندنا أسئلتنا في الأصول، لا مش في الروايات فقط. تفضل في الأصول. لا شيء شلون يعني؟ اعطيني سؤالك وانا اجاوب. يعني أسئلة في الأصول، لا في أصول العقيدة، في التوحيد، الإمامة، الميعاد، العدل، المهدي، القرآن، الخلافة، كده دي أسئلة الأصول. تفضل. ايه الو، عندك سؤال في الأصول؟ انت عندي سؤال شنو بخصوص الإمامة مثلا؟ يعني ايه عدي بالإمامة. تفضل. الإمامة سؤال. الإمامة من الإمامة موجودة بالقرآن للإمام علي. سؤالك ايه يا استاذي الفاضل في الاصول؟ انت ما ادري، انا ارجع اطلعك سؤال شو ما تجاوبني. انت سالت حاجه في الاصول وما جاوبتكش؟ لا ما رديت لك بالروايه وبعدين اسالك بالاصول. لا روح نام يا قرار. السلام عليكم. مش حافظ، هو كان داخل محضر روايه بس انا ما اعرفش حاجه في الاصول. السلام عليكم. هذه مشكلة الشيعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل معايا. معك صالح من الرياض. حياك الله أخونا صالح من الرياض. يا أخي أنت مشغل هالشيعة والرافضة عموما، لا تدارس دينها لكي تفهمه. أنفسهم وفكرهم وعقولهم منصبة على كيفية الزنا بمقارباتهم وجواز الدياسة بمحارمهم وممارسة الوقت ما بينهم. أكرمك الله. الله يهديهم. لا تشغل روحك معهم. الله لا تشغل روحك معهم. الله يهديهم أخونا صالح. يهدينا. شكرا لي. الله يكفيك أباك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل معايا. معاك أبو آدم من العراق. أبو آدم من العراق، شيعي. سؤالك في الأصول يا أبو آدم. الحمد لله شيعي وأفتخر. هو أنت كنت من الذين افتخروا بإقامة المتعة في أمه أو أخته أو بنته؟ لا لا، الرسول قال يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون يوم لا، لكن أنت بتفتخر كشيعي لو أمك ما رفضت. رواية. اسمعني بس، اسمعني. في 30 مصدر. فخرب إزاي؟ أنت تفتخر كشيعي. نعم. إذا مارست أمك أو أختك أو بنتك نكاح المتعة؟ مثل ما افتخر أبو بكر بزواج بنته أسماء. يا عم رد على كل سؤال، اترك أبو بكر. أبو بكر عندك كافر كده كده. لا لا أنا لا بسألك تكتب. سؤال، جاوبني على قدر سؤالي. لو أثبت لك بأن أسماء تزوجت متعة. يا عم ماشي، مش أنت شيعي وتفتخر؟ الآن هل تفتخر إذا مارست ابنتك أو زوجتك أو ابنتك أو أختك نكاح المتعة، تفتخر بذلك؟ نعم، كما تفتخرون أنتم بأن ابنة أبا بكر زوجة متعة. ممتاز أستاذنا الفاضل. لم نقل نحن أهل السنة إن ابنة أبي بكر زوجة متعة. أولا ده أولا. ثانيا عندك هي قالت متى أبيح نكاح المتعة في الإسلام؟ هي قالت المتعة. يا أخي رد على قدر سؤالي. رد على قدر سؤالي عشان تفهم هي قالت ماذا. رد على قدر سؤالي. الآن متى أبيح نكاح المتعة في الإسلام؟ قرآن هذا حلال محمد حلال يوم القيامة وحرام حرام برضو. متى أبيح نكاح المتعة في الإسلام؟ أنا في زمن رسول الله وأبي بكر وعمر. قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ أسهلها لك، قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ لا قبل الهجرة، زمن أبي بكر وعمر. شنو بعد قبل؟ يا أخي متى أبيح؟ متى أبيح؟ متى أحل؟ متى أبيح يعني متى أحل نكاح المتعة؟ هذا أولا. انت مش فاهم اساسا ما معنى ابيح يعني احل. تمام. لا لا تخرج من الموضوع. انا اللي بخرج. اديني اسالك في الاصول. طيب عشان انت ما تصدمش معايا. اسماء اولا كانت متزوجه قبل الهجره من الزبير، وكان اول مولوده في المدينه بعد الهجره هو عبد الله بن الزبير. اما ان تقول ان المتعه جائزه بالمتزوجه
فبالتالي أن أسماء كانت متزوجة ومارست نكاح المتعة وهي متزوجة، أو تقول أن لم تمارس نكاح المتعة لأن المتعة أبيحت عام أوقاص في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. بس ده توضيح بس عشان الشيعة حافظين مش فاهمين. سؤالك في الأصول يا أبو آدم، سؤالك في الأصول يا أبو آدم، سؤالك في الأصول، سؤالك في الأصول، يلا. نعم انت طرح السؤال واذا جاوبك لا 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 خلاص سؤالك في الاصول. انا اطلح الاخوان السنه بان اسماء زوجة متعه من مصادرهم. طيب شكرا ليك. اللي بعده يقول لك في روايه اسماء تتحدث فيها عن متعه النساء في الحج وليست نكاح المتعه، ووضح العلماء في ذلك كثيرا. انتم ما عندكوش حاجه خلاص مفلسين كده وادم. بس احلى حاجه فيك ابو ادم قلت انك تفتخر انك بنتك وزوجتك تفعل ذلك. انت عندنا في مصر بيسموه حاجه تانية خالص ما اقدرش اقولها على العام، احتراما للجمهور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك ادريس من المغرب. حياك الله هنا ادريس من المغرب، تفضل. والله اخر ما كانش في الحوار ديال الشيء في تقطيع عندك اخونا ادريس في الصوت. اخونا ادريس في تقطيع عندك في الصوت يا طيب. انا ما كنت في تقطيع عندك في الصوت. اسمعني مزين. تفضل. شكرا. في تقطيع عندك في الصوت اخونا ادريس. طيب احنا زهقت ولا لسه يا احبه؟ اهلا احبه الكرام، عاملين ايه معانا النهارده في بس اليوم؟ السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل معي. معك يوسف من الكويت اخوي اشرف. حياك الله اخونا يوسف. الله يحييك اشرف. شيخ اشرف بغيت اسالك بس الشيعة الحين كم صحابي يعترفون فيه؟ والله طيب انا واحد من الناس محتار في هذا الشأن. مره اقول لك ما عندناش غير اربعه، في روايه عندنا سبعه، وفي واحد يقول لي بالالاف، بس نفسي اعرف مين الالاف دول. زين واللي يذكرهم يعني الله سبحانه وتعالى اللي يذكرهم بالقران هم يعترفون فيهم ولا ما يعترفون؟ مصيبة والله. الله المستعان. الله المستعان. بس حبيت أسلم عليك يا شيخ أشرف. اللهم أمين. الله يحفظك أخونا يوسف، جزاك الله كل خير. حفظك الله. رفع الله قدرك. مع السلامة. في حفظ الله. موضوع الصحابة في الفكر الشيعي الاثنى عشر يا أحبات الكرام، هم ما عندهمش أصلا تعريف للصحابي، ده أولا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل معايا. عثمان. عثمان سني. عثمان سني وحطيت لي سورة معمم. الله المستعان. نعم. ومرة دخلت لي باسم نعم عمر. نعم. بنفس السورة صح؟ نعم يا أستاذ. دخلت باسم عمر بنفس الصورة صح؟ وقلت لي نعم. أنا عامل كده عشان أضحك على الشيعة صح؟ نعم. وانت أصلا شيعي. نعم. ما تكذبش بقى تقول أنا عثمان سني بقى، قال لك شيعي كده زمان. بقى انت في التليفون خايف. الله المستعان. ما نتكلم ما نتكلم ويا العدو، لازم استخدم التقية. يعني استخدام التقية في التليفون وما بيني وما بينك آلاف الكيلومترات يا راجل يا طيب، عايش في بلدك اللي بيحكمها الشيعة تمام وتقول لي تقية آلاف الكيلومترات؟ أنا طب حد أقول له إيه؟ وأنا أي تقية؟ طب خلي التقية بذكائها، التقية بتعيش بهبل كده. أخاف لا تشرد من عندي. أشرد منك أنت؟ سؤالك في الأصول. نعم. سؤالك في الأصول يا شيعي. فضل. شو تضحك؟
تفضل تفضل، سؤالك في الأصول. أضحك مرتين، إيش لا أضحك؟ ما شرفني أتكلم وياك. طب اقفل. قفل الخط ومشي. الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل معايا. نعم، عبد الله من العراق. عبد الله شيعي ولا سني يا عبد الله؟ شيعي الحمد لله. سؤالك في الأصول يا عبد الله. نعم، سؤالي في الأصول، هل صحيح أن العرش عندكم حسب عقيدتكم أكبر من الله بحيث يجلس عليه الله ويتبقى منه مقدار أربعة أصابع؟ مين اللي قال أن العرش أكبر من الله؟ كما قال ابن تيمية والذهبي. مين اللي قال ان العرش اكبر من ابن تيميه والذهبي؟ يقولون ان الله يجلس عليه ويبقى اربع اصابع. اين قال ابن تيميه ان الله يجلس على العرش؟ تفضل ادخل على كتبهم وانت تعرف. اذا ما تعرف انت بتدعي الان ادعاء، اما ان تاتي بادعائك في صفحه كذا في كتاب كذا وتقرا النص للجمهور، يا اما نعرف انك كذاب على طول. يعني ما موجود؟ لا، ما موجود ان ابن تيميه قال ان الله يجلس على العرش. متاكد؟ متاكد. نعم، الآن أنا أطالب الإخوان الموجودين يبحثون في ابن تيمية والذهبي بماذا يقولون. ممتاز. ويعرفون من الكذاب. أنا ما تنت عندك آلاف المتابعين. ممتاز يا حبيبي. ممتاز يا حبيبي. جدع أنت كده شاطر. بس إذا المشاهدين ما لقيوش اللي أنت بتقول إنه هو قال إنه يجلس على العرش، يقولوا عنك كذاب. نعم. طب يقولوا عبد الله الكذاب. نعم. صح. نلقبه كده عبد الله. نعم. حسب عقيدتكم، حسب عقيدتكم ان الله يجلس على العرش. اين قال ابن تيميه يا عمي؟ اقول لك اين قال ابن تيميه؟ هو كلامي صعب ولا طلبي صعب؟ هات الدليل. في مجموع الفتاوي. اي في صفحه كام؟ ونفتح مجموع الفتاوي صفحه كام الان؟ ابقى معي صفحه كام. يلا نفتح مجموع الفتاوي لابن تيميه دقيقه. الان يلا نفتح الشاملة كمان، مكتبة الشاملة، عشان نطلع مجموع الفتاوي اللي انت بتقول ابن تيمية. نعم، الجزء الرابع. ايوه في النصارى الجزء الرابع. ايوه مجموع الفتاوي. ماذا يقول؟ اقرأ بقى كده لنا كلمتين كده. الجزء الرابع صفحة 397. اقرأ. اقرا دقيقه. انا ما عندي دقيقه. خلي ادخل عليه. ادي مجموع الفتاوى لابن تيميه. اقرا يلا، ماذا يقول؟ نعم، الان اهو عشان الناس تفتكر انا مش مطلعه على الشاشه. على كده بص. نعم. اهو على الشاشه استاذ العزيز. اهو هذا موقع اسلام ويب الفتوى. نعم، مجموعه بس مجموع الفتاوى الاول اللي انت قلت فيه. سيبك من اسلام ويب، مجموع الفتاوى بس، خلينا في الاول بعد كده نروح. ما عندي ويب. ما تطلع عندي. لا لا، لازم نطلع من كلام ابن تيميه عشان نشوف انت كذاب ولا صادق. 434 يا اخي. احنا نروح دلوقتي. صادق، انا هسه اصورها وابعثها لك. ما تصورش الان، طلع من مجموع. نعم. الفتاوى اللي انت قلت للمتابعين عندي اللي بالالاف، ابحثوا في مجموع الفتاوى ونشوف اشرف غريب صادق ولا كذاب، ولا انت صادق ولا كذاب، عشان نديك اللقب قبل ما تخرج من معانا. نعم. الان مجموع الفتاوى صفحه كام؟ اذا متناقض انا شو دخلني بيه؟ انت اللي انت معاك المصدر. اقرا انت اللي معاك المصدر. انت اللي متناقض. ابن تيميه، هذا السؤال موجه اليه. قال الشيخ ابن تيميه عرشه كرسيه وسع السماوات والارض، انه يجلس عليه فيما يفضل منه اربع اصابع. عرشه كرسيه انه يجلس عليه. نعم. ده فين حتة الكلام ده بقى؟ ها فين حتة؟ هذا في اسلام ويب في مجموع الفتاوى. ممتاز استاذ الفاضل. اصبر 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 اصبر. اقرا ده السؤال. انت بتقرا. اقرا الاجابه. كلام متضارب. يلا اقرا الاجابه. اقرا الاجابه. ادي السؤال قدام الجمهور على الشاشه. تمام. قال شيخ الاسلام ابن تيميه السؤال، عرشه كرسيه واسع السماوات. نعم. يجلس عليه فيما يفصل بينهما اربع اصابع. اتفضل
تمام؟ اتفضل نعم. اقرأ بقى يلا الإجابة. الإجابة تحت. أيوة اقرأ يلا قدام الجمهور نعم الإجابة. نعم ذكر عشان. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي حديث عبد الله بن عمر رواه إلى أن يصل إلى الأخير، هذا كلام كثير هو. اقرأ. اقرأ. دقيقة دقيقة يا صوت. اقرأ. نعم. وقد ذكر الحديث ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال هذا حديث لا يصح، هذا ابن الجوزي وإسناده مضطرب جدا، وعبد الله بن خليفة ليس من الصحابة. كمل. يكون الحديث الأول مرسلا، وابن الحكم وعثمان لا يعرفان وتارة فيما يفضل منه، وتارة يرويه ابن خليفة عن عمر. يعني ابن تيمية ما قالش في مجموع الفتاوى هذا. ابن تيمية واحد بيسأل عن حديث موجود. اسمع يا ابني، اسمع يا حبيب الله يصلح حال ابوك. يعني فين ابن تيمية بقى في مجموع الفتاوى قال هذا القول؟ ده حديث يتناقله اهل السنة للتعقيب عليه اما بالإجاب او بالرفض. فين ابن تيمية قال ان دي عقيدة اهل السنة ان الله يجلس على الكرسي بمقدار اربع اصابع؟ يا عم ده سؤال موجه، سؤال موجه والإجابة ذكرها. قال فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث فقال حديث عبد الله ابن خليفة. شوف ابن تيمية رده ايه. حديث عبد الله ابن خليفة المشهور الذي عن عمر وقد رواه ابوه من اهل الحديث، تمام، وطائفة من اهل الحديث ترد الاضطراب كما فعل ذلك ابو بكر الاسماعيلي وابن الجوزي غيرهم، تمام، لكن اكثر السنة قبلوه، تمام. وقد ذكر كلامه الحديث ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، تمام. فضل يا استاذي اين قال ابن تيمية ان الله يجلس على الكرسي؟ ده سؤالي ارحمني. هذا يقول لك اكثر السنة قبلوه. شنو يا حبيبي؟ قبول الحديث ليس معناها الاعتراف به كعقيدة، تمام، زي ما احنا كده جمعنا الضعيف وقبلنا الضعيف ووضعناه وقلنا يجوز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في عدة مواضع، ألا تكون في أصول الدين، وألا تكون شديدة الضعف، وألا تخرج إنسانا من حلال إلى حرام، ويجوز الاستخدام فيها في محاسن أو مكارم الأخلاق. دي عقيدة أهل السنة واضحة جلية، عايز أنت درس في علم الحديث. فهل ابن تيمية الذي يقول لا يحده مكان ولا يحده زمان ولا يقال له أين هيقول إنه يجلس؟ دي من أكاذيب الشيعة وافتراءات الشيعة. بس فتفضل اقرأ لي في مجموع الفتاوي اللي انت ذكرته أولا. تفضل طلع مجموع الفتاوي آخر مرة. أنا من أكاذيبي؟ طب يلا طلع لي مجموع الفتاوي. أنت عندك يجلس مجموع الفتاوي يلا يا عم، طلع مجموع الفتاوي يلا. نعم تفضل. الآن هذا إقرار من ابن تيمية بأن الأكثرية من السنة يقرون بأن يا أخي مجموع الفتاوى خلص. هذا الحديث الذي أنكره الأخ أشرف غريب. طيب يا عمي طلع من مجموع الفتاوى. الله عندك يجلس يا عمي يلا مجموع الفتاوى. العلم هو عندهم الله عنده يده فيها أربع أصابع. لا إله إلا الله. يد الله عندكم في عقيدتكم بأن فيها أربع أصابع. مش موضوعنا دلوقتي. خلينا بس في مجموع الفتاوى. خلينا في مجموع الفتاوى. يد الله كم أصبع فيها؟ يا عمي خلينا في مجموع الفتاوى. ده اسمه تهرب في مجموع الفتاوى. لا خلصنا من عنده. لا ما خلصناش ورب الكعبة ما خلصنا. خلصنا في إيه؟ لسه عايزين من مجموع الفتاوى أيضا قال ابن تيمية إن الله يجلس. يا الله يا ولي الصابرين. طب ده نعمل له إيه يا إخواننا الأحبة؟ بالله عليكم. يا حبيبي يا أستاذي آخر مرة. الله يهرول، الله يضحك. شوفوا راح فين؟ الله يهرول. إيش حكم الذي يقول إن الله يهرول؟ طيب أسألك سؤال كده، ما حكم الذي يقول إن الله يهرول؟ نعم نحن عندنا في كتبنا أحاديث منقولة عن كتب الخلاف عنكم وكتب وأحاديث موضوعة لا نعترف بها ونضربها في عرض الحائط. أنت الآن ما هو حكم من يقول الله يهرول في عقيدتك؟ ولي وروحنا يعني. شوف خاف إزاي أول ما قلت له ما حكم إن الله يهرول، قال لك حسنا إحنا عندنا في الكتب أحاديث. يعني أنت عارف الفضائح اللي عندكم في الكتب والمصايب؟ فما شاء الله. أين قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى؟ ما عرفش. بس سؤال يسأله سائل، هل هذا الكلام صحيح؟ ابن تيمية لما بيجي يتكلم في المعارض ده اسمه ابن تيمية. وهل هو قال من قبل هذا الحديث
هو أصبح عقيدة عند أهل السنة؟ ما ربما من قبله جاهل هذا الحديث، لا يعلم بعلم الحديث شيء. أنت لا تفرق ما بين رأي الفقيه ورأي المحدث أساسا، ما تعرفش. عندكم الله يضحك، عندكم الله يهرول، أصل إحنا عندنا منقولة من أهل الخلاف. والله لو ألزمتك بما في الكتب لديك وقلت لك أين قالوا إنها من أهل الخلاف، أئمة أهل البيت ينقلون عن أهل الخلاف، ده حديث معصومين يا ابني. فأنت دلوقتي بتضرب في المعصومين، إن المعصومين كانوا يأخذون عن أهل الخلاف، صدق. وبعد كده عشان تهرب من النقطة، أصل إحنا لا نصدقها. مش بقول لكم أنتوا دين مزاجي بالدرجة الأولى؟ السلام عليكم. الو اشرف غريب، السلام عليكم. انت يا ابني ما بتزهقش يا ابني، مش اتصلت بينا مرتين النهارده وغريت؟ الو اتفضل عرف نفسك للناس. اشرف غريب، عرف نفسك للناس. صحيح صحيح مسلم وصحيح البخاري قبلهن، ابو كتاب صحيح لو ماكو. احنا عندنا صحيح، انت عندكم صحيح؟ انت لا قبل صحيح مسلم وصحيح البخاري. كان في موطأ للامام مالك. كان في الموطأ للامام مالك. من اين نقل الصحيح البخاري؟ ما عندكم كتاب صحيح؟ من اين نقل البخاري الصحيح؟ رقم 14 معصوم، ما عندهم كتاب صحيح. تسمعني؟ ارد عليك يا زكي زمانك. يا زكي زمانك. صحيح البخاري وصحيح مسلم. يا زكي زمانك. يا زكي زمانك. يا زكي زمانك. أعلمك حاجة بالزمن. أنت بتسأل هل كان قبل البخاري هناك كتاب صحيح؟ لا، كانت فيه أحاديث صحيحة كثيرة، ولذلك قام البخاري بجمع تلك الأحاديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الوريدة عن صحابة النبي، اللي كانت مدونة أيضا عندهم تلك السنة، والتي تناقلت بكابر عن كابر بسند تمام متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع الشيعة الوصول إليه إلى يومنا هذا. فالصحابة كانت تدون تلك السنة، ثم بعد ذلك تناقلت تلك السنة المدونة الصحيحة إلى التابعين، فإلى أن أتى الإمام مالك وكتب الموطأ ونقل فيه الأحاديث الكثيرة عن أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك البخاري كان رأى في المنام إنه يجمع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لماذا نجمع كتاب فيه الصحيح والضعيف؟ فجمع الصحيح وحط شرطه فيه، ثم بعد ذلك مسلم، ثم اجتهد ابن ماجه وغيره، ولكن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الصحيح كله. ولكن أنت بتقول عهد الشيعة 14 معصوم ما قدرش يجمعوا الصحيح، ده فشل. لأن أهل السنة عندما جمعوا الصحيح من 1200 أو 1300 سنة، أنتوا من 1300 سنة مش عارفين تجمعوا كتاب صحيح. لماذا لم يقدم لكم الإمام صحيح؟ هذه الإشكالية. إحنا ما عندناش في ديننا زي ما أنتوا عندكم في أقوال الأئمة لديكم، إذا اختلف الحديثان فعرضوهما على القرآن، ما عندناش الكلام ده. وده لأن الإمام عرف عندك إن في بيقول الناس بتكذب علي، فكان الأولى به عندما علم ذلك أن يعلمكم ويجمع لكم الصحيح، أو تجمع صحابته معه الصحيح يدونوا عنه الصحيح. ولكن انتم مش واثقين اصلا لا في امامة، ولا واثقين في قرآن، ولا واثقين في ائمة، عكسنا احنا. فالبخاري وجد الصحيح وجمعه وتقبلته الامة، لماذا لم يفعل ذلك عندكم احد من الائمة؟ مش هم المنوطين بحفظ الدين؟ طب الصحابة عندنا رضي الله عنهم وارضاهم اجتهدوا في ذلك وجمعوا لنا القرآن الكريم، ثم بعد ذلك ناقلوا السنة التي جمعها التابعين، فهم قدموا الصحابة لنا كتاب الله، والتابعين قدموا لنا سنة رسول الله. ماذا قدم عندك أنت الأئمة أو تابع الأئمة؟ رد يا بطل. رد. أنت عندك 120 ألف صحابي. يا كتاب الصحيح أنك لك. قدموا لنا القرآن الكريم. بماذا قدم لك الأئمة؟ يلا. انا مش غبي. القران موجود في كلام الرسول. ومن الذي جمعه؟ احنا نحكي لك عن السنه. من الذي جمعه؟ انت بتقول الصحابه 120 قدموا ايه؟ قدموا لنا اعظم ثقل القران الكريم. ماذا قدم لنا الائمه؟ انت ليش غبي؟ انا مش بغبي. انت بس اللي. ماذا قدم لنا الائمه؟ رد على قدر سؤالي.
الصحابه اللي مش عاجبينك السؤال مالك شنو انت السؤال السؤال الصحابه اللي مش عاجبينك قدموا لنا كتاب القران الكريم بماذا قدم لنا الائمه انت قلنا لا شوف على السنه انت جابك رد يا حبيبي رد انا قدمت لك اللي اعظم من السنه بتقول 120 الف صحابي ماذا قدموا يا اخي رد 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 على قدر سؤالي ماذا قدم لنا الائمه الآن الأئمة حتى القرآن لديك على مفهومك فشلوا في تقديمه للأمة انت كشفت انت انا عندي خمس تليفونات من المطين حطوا انت طيب يلا ماذا قدم لنا الأئمة الصحابة قدموا لنا القرآن ماذا قدم لنا الأئمة النبي العشر دار من القرآن منه نزله الذي جمع القرآن من من الذي جمعه من الذي جمع القرآن من الذي جمع القرآن انت لك بابا فتين السؤال من الذي جمع القرآن؟ من الذي جمع القرآن؟ 120 من الذي جمع؟ جمعوا لنا كتاب الله الذي تعبد به الله أنت اليوم اللي هو عندكم في الحوزات بتحاولوا تقولوا عليه محرف أنت بقى الأئمة قدموا شوف أنت اللي عندك الأئمة لا قدموا سنة ولا قدموا قرآن إحنا عندنا الصحابة قدموا قرآن وعلموا الناس السنة تمام احنا الصحابه عندنا قدموا القران وعلموا الناس السنه والناس نقلت السنه هذه عن الصحابه عن رسول الله ماذا قدم لنا الائمه تفضل افتين بابا افتين انت افتين غد افتين بابا انت خلي اطرحتك موضوعية وعندك طلع كل ده مش موضوعية مش اوراقك انت بطل انت كسبت افتين عمي طيب جاوبني على السؤال ماذا قدم الائمه للاسلام انت كتابك على السنة الازهر بابا ما هو السنة ايه انت عندك السنة هذه انت عندك السنة هذه ليس لها داعي بدون القرآن انت الان الان من علم من علم من علم التابعين السنة الصحابة امام الجمهور انت العن يزيد الان من علم التابعين السنة يا عم رد على قدر السؤال شوف راح في يزيد هذا علمك الدين مالك هذا علمك ابن تيمية اقفل المجاري اقفل واحد بطل من ابطال الشيعة بيقول له ايه بيعلمه بيقول له ايه قل له دلوقتي انت بتعترض على الشيعة ان هي ما عملتش كتاب صحيح طب ما الصحابة ما كتبتش ايه السنة الصحيحة الصحابة قدمت السنة الصحيحة تناقلت وتواترت السنة الصحيحة عنهم وكذلك قدموا كتاب الله للأمة الذي نزل على النبي انت بقى الأئمة عندك لا قدموا قرآن ولا قدموا سنة قدموا ايه عندكم البخاري التابعي فعل ما لم يفعله الأئمة عندك ولا أصحاب الأئمة عندك ولا المهدي عندك عثمان وأبي بكر وعلي عندنا أيضا جمعوا كتاب الله من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انت عندك بقى علي عندكم عمل ايه والإمام عندكم عمل ايه ما عنده مش حاجة لم يفيدوا الإسلام بشيء واحد بيكلمني بألاف الكيلو متربي يستخدم معايا الطاقية واحد زيك بيتكلم مش عارف هو عايز يقول ايه باطرة الشيعة يتساقطون الواحد تلو الآخر إننا الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس هؤلاء من يلقبون نفسهم بالأباطرة بأقحاح المحاورين أين أنتم اليوم أمام كتاب الله وقول الإمام صفر عن الشمس اذكر الصديق فخرا وابن عفان ألب أرسلان والفاتيح عثمان طلبات مشروعة وأسئلة مشروعة في إلزامات عجز عنها الشيعة وما زال الشيعة عاجزون وسيعجزون لأنه ليس من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.